السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في نشرة الأخبار لهذا اليوم نستهلها بموجز الوضع الصحي في العالم. ففي آخر التطورات لفيروس كورونا كوفيد-19، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إصابة مئات آلاف ووفاة عشرات آلاف من المجموعات انتشارا واسعا في مختلف الدول والقارات المهمومة، لتعلن بذلك تطور المرض من مجرد وباء إلى جائحة تضرب العالم، داعية دول العالم اتخاذ كافة التدابير لمحاصرة هذا المرض والقضاء عليه. المطلوب هو البقاء في منازلكم، والسلام عليكم.